بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معنا النهاردة مع الإصحاح 19 من سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي. هنقرأ مع بعض النص بتاع الإصحاح الأول، وبعد كده هنتأمل في ما يريد الله أن يرسله إلينا في هذا المساء من تعاليم مخبأة لنا في هذا السفر العظيم. وبعد هذا سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الذانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها، وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية: هللويا، ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. وخر 24 قسيسا والأربعة المخلوقات الأحياء وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين: أمين، أليلويا. وخرج من العرش صوت قائلا: سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة: هليلويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها، وأعطيت أن تلبس بذا نقيا بهيا، لأن البذ هو تبررات القديسين. وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. فخررت أمام رجليه لأسجد له، فقال لي: انظر، لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع. أسجد لله، فإن شهادة يسوع المسيح هي روح النبوة. ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض، والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، لابسين بذا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سرعاهم بعصب من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس، فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء: هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم، لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها، ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتخدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم، والسبح لله دائما أبديا آمين. الإصحاح ده هو توضح لنا نصرة السماء، نصرة الكنيسة المجاهدة، وتكليلها للعريس المستعد لإعلان مجدها وانتصارها على كل من حاربها. الجزء الأولاني من هذا الإصحاح بيتكلم فيه يوحنا الرائي عن: سمعت صوتا عظيما من جمع كثير في السماء قائلا: هللويا، الخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا، لأن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض
بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها. وقالوا ثانية: هللويا، ودخانها يصعد إلى أبد الآبدين. الجزء اللي فات كان الإصحاحات بتتكلم عن سقوط بابل، بابل هي المرأة الزانية اللي أسقطت الكثيرين معها. ولذلك هنا يوحنا بيدعو السمائيين أنهم يفرحوا بسقوط دولة الشر، استجابة لطلبات السمائيين وصراخهم ومشاركة لفرحهم. كلمة هللويا كلمة عبرية مكونة من مقطعين، من هليل، هليل التهليل يعني التسبيح، هليل يعني تسبيح، ويا اللي هو يهوى، يعني الكلمتين على بعض يعني سبحوا الله أو باركوا الله أو مجدوا، مجدوا الله. وإذا كان لغة التسبيح هي لغة السماء، فنجد أن سفر الرؤيا مليان من التسبيح تعبيرا عن حالة الفرح اللي تعيش فيها السماء. وسر الفرح في السماء أن الله أعلن عدله لأنه أدان بابل العظيمة اللي أفسدت الأرض وشجعتها على الانحراف. وطبعا هنا فرح السامعين ليس هو تشفي أو انتقام، ولكن فرح بظهور عدل الله وظهور قداسته وبره. وكلمة أمين اللي جت هنا بمعنى فليكن، يعني ليكون. والخلاص لإلهنا، إن الله هو الذي يصنع الخلاص. والقدرة لإلهنا، يعني إلهنا له كل القدرة، هو قادر على كل شيء. ونلاحظ في ختام الجزء ده لما بيتكلم عن الدخان ما زال يصعد إلى أبد الآبدين، يعني في حالة عذاب مستمرة للخاطئة الشريرة اللي هي أسقطت الكثيرين في خطاياها. فالدخان ده علامة إن ما زالت احتراق موجودة، ما زالت الخاطئة بتنال عقاب الدينونة. بعد كده نتنقل للعدد 4 لحد العدد 6، هنقراهم مع بعض ونتأمل فيهم. وخر 24 قسيسا والأربعة المخلوقات الأحياء وسجدوا لله الجالس على العرش قائلين أمين أليلويا. وخرج من العرش صوت قائلا: سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين الصغار والكبار. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة: هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء. هنا بقى التسبيح شمل الأرضيين والسمائيين، مسيح له المجد بفدائه، وحد السمائيين مع الأرضيين وخليهم هما الاثنين حاجة واحدة. فالتسبيح هنا للطغمات السمائية في نفس الوقت مع الكنيسة المنتصرة. وال24 قسيسا بيقدموا السجود وبيشاركهم الأربعة الأحياء المخلوقات، بيشاركوهم في التسبيح من أجل المجد اللي نالته الكنيسة ولأجل الدينونة اللي نالوها الأشرار. وسجدوا لله، هنا السجود مش للتوبة والانسحاق والاتضاع بس، ولكنه للعبادة والاقتراب لله بالصورة الصحيحة، مملوءة بالخشوع ومملوءة بالخضوع لمشيئة الله ولإرادته. وهكذا دائما الاقتراب إلى الله بيجلب الفرح للنفس. لذلك بنلاقي حتى السمائيين بيسجدوا، كل الرتب، الرتب الكبيرة والصغيرة كلها بتسجد لله بغض النظر عن مراكزهم وعن أماكنهم. وبعدين خرج صوت من العرش، هنا ده أمر صادر بالتسبيح من العرش، لأن التسبيح فيه لذة، فيه فرح، فيه تعزية، وده اللي ربنا عايز السمائيين يكونوا دايما فرحانين، وفرحهم هيبقى لمجد إخواتهم المنتظر أنهم يدخلوا إلى المجد. وهنا كون الأمر صادر من العرش ده معناه أن دعوة من الله نفسه أنه يدعونا للفرح، لأن ألام أيام الآلام والتجارب والحروب والضيقات انتهت، وهتيجي أيام المجد والكرامة والراحة. وهنا بقى الرب قد ملك، يعني الرب بقى إيه، أعلن سيطرته وحكمه حتى على الأشرار، يعني كسر شوكتهم وحروبهم اللي بيصيروها على أولاد الله.
ومن شدة الصوت اللي صدر وصفوا إن هو صوت مياه كثيرة، يعني عدد غفير، شعوب كثيرة لا حصر لها، أصوات كبيرة كثيرة كانت موجودة في الوقت ده. بعد كده نتنقل للعدد 7، بيقول إيه؟ لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. في الكتاب المقدس كله نسمع عن المسيح هو عريس الكنيسة، ده تعبير وارد في الكتاب المقدس. وحكاية إن المسيح عريس الكنيسة يعني معناها إن هو متكفل بيها، مسؤول عنها، كل ما تحتاجه احتياجاتها من مأكل ومشرب وملبس المسيح يغنيها بفضائله ويشبعها ببركاته الروحية والجسدية، ويلتزم بحمايتها ويملأها من الفرح والسرور والعزاء. من ناحية بقى العروس، هي ملتزمة بأنها تخضع للعريس وتطيعه وتخلص ليه حتى الموت. وعبر لنا الكتاب المقدس في هذا المعنى على 3 مراحل. المرحلة الأولى اتكلم على النفس البشرية كأنها في مرحلة خطوبة. دي تذكرنا بالآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثاني، لما بيقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. دي مرحلة الخطوبة، الدعوة. المرحلة الثانية العروس. كثير بقى من الآيات امتلأ بها الكتاب المقدس، بيتكلم عن علاقة المؤمن بالمسيح لما يعلن إيمانه، يتعمد ويبقى نفسه متحدة بالمسيح كعريس لنفسه. المرحلة الثالثة الامرأة، والزوجة بقى. دي بقى في سفر الرؤيا وردت كتير جدا على كمال الاتحاد في السماء، ان العرس قد تم والزوجة قد صارت ملك زوجها للأبد. عشان كده هنا في الجزء اللي قريناه بيتكلم على العروس انها امرأة قد هيأت نفسها. طيب ازاي الكنيسة تهيئ نفسها؟ بالخضوع، بالإخلاص. لكن الله هو الذي يعطي البر، يعني الإنسان يؤمن باللي عليه، ولكن البر هو الذي يعطيها الله. في العدد 8 بيقول وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين، اللي هو الكتان الأبيض اللي يشير للبر والنقاوة والطهارة والقداسة اللي بيديها المسيح للكنيسة. المسيح غسلنا بدمه وبررنا، فبيضينا، بقت ثيابنا بيضاء. فالثوب الأبيض هو لباس العرس، تلاقي العروس يوم زفافها تلبس ملابس بيضاء، وده اللباس اللي احنا بنلبسه للمعمدين لما الطفل يتعمد أو حتى كبير، بنهتم ان احنا في اليوم ده نلبسه ملابس بيضاء. طبعا لو الثياب دي اتبقعت ولا اتلوثت بخطايا او بضعفات او في توبه بقى واعتراف، نبيض الثوب مره جديده في التوبه، ولكن في الابديه هنلبس ثياب بيضاء، يعني هيكون لنا البر الذي اخذناه من المسيح للابد. والمسيح هيزيننا بفضائله وهيغير شكل جسد تواضعنا عشان يبقى على صوره جسد مجده. وعشان كده يقول ايه؟ يقول تلبس بزا نقيا بهيا، لان البز هو تبررات التبرير، ده تبررات القديسين، ده تقدمه الله للانسان، التبرير اللي بيديه المسيح للانسان، يعني الفضائل اللي ربنا بيميز بيها رجاله اللي جاهدوا على الارض. هنا بقى مقارنه سريعه كده واحنا ماشيين في السكه، ما بين المرأة الزانية اللي عمالة تزوق في نفسها وتجمل في نفسها وتحاول تظهر تداري شكلها القبيح بزينة خارجية، وبين النفس البشرية اللي هي يعني مهيئة كعروس مزينة بالفضائل بتزف إلى عريسها. فرق كبير جدا يعني. بعد كده في العدد 9 بيقول، نقرأ مع بعض تاني، أقول وقال لي اكتب طوبى للمدعوين الى عشاء عرس الخروف، وقال هذه هي اقوال الله الصادقه.
هنا بقى أسأل سؤال، من هم المدعوين لعشاء عرس الخروف؟ يقصد مين يعني؟ مين هم؟ هم الناس اللي فتحوا قلبهم، فتحوا باب قلوبهم عشان المسيح يدخل عندهم ويتعشى معاهم، وهم لسه ما زالوا على الأرض، فكانت ليهم علاقة حب عملي وقوي مع المسيح وهم ما زالوا على الأرض. فاللي بيغلب هيكون أيضا مدعو للعشاء العرس السمائي اللي المسيح هيقيمه في الحياة الأبدية. طب ليه سمي عشاء؟ ربما لأن يعني الحياة الزمنية شبهت بالنهار، والنهار قد انتهى وبشمس والتجارب اللي فيه غابت وكل النهار ده خلص، ودخلنا في الليل في العشاء، ففي نهاية اليوم الأجير بياخد أجرته ويدخل عشان يرتاح. أو ربما لأن العشاء بيشير للراحة ويشير أيضا للأجرة، الأجير بياخد أجرته في آخر اليوم ويروح يتعشى وينام. فعشان كده يعني الإنسان لما بينهي حياته على الأرض وبيطلع السماء بتبقى يخش بقى في الراحة ويبتدي ياخد المكافأة الحسنة بتاعته. ونلاحظ أنه في أثناء العشاء الرباني لما المسيح قدم جسد ودمه لتلاميذه قال لهم حاجة جميلة خالص، قال لهم لا أشرب من الآن من نتاج الكرم هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. هنا بقى الشرب بالنتاج الكرم جديدا في الملكوت ده هو يقصد به عشاء عرس الخروف اللي هيتم فيه اتحاد العريس والعروس، ولكن على مستوى جديد آخر غير اللي عرفناه على الأرض. وبرضو بنحب نقارن ما بين عشاء عرس ابن الملك المثل اللي قاله السيد المسيح، والعشاء هنا لما استحق من استمر أن يلبس الثياب البيضاء اللي أخدها في المعمودية. بعد كده نتنقل للعدد العاشر. فخررت أمام رجليه لأسجد له، فقال لي انظر لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، أسجد لله فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. كان في ملاك مصاحب للقديس يوحنا الرائي وكان بيكلمه وكان دايما بيشرح له حاجات كتيرة في الرؤية، فيوحنا ظن إن هو ده المسيح، ربما لأن يعني الملاك كقوة سمائية في بهاء وفي عظمة وفي كرامة كبيرة، فاختلط عليه الأمر. وبعدين وبالمناسبة كمان دي بتورينا قد إيه المجد اللي هنكون عليه في السماء من الأجساد الممجدة اللي هتبقى لينا في السماء. وحتى مع السمائيين المسيح وحد السمائيين مع الأرضيين. المهم إن الملاك رفض سجود يوحنا على إنه هو المسيح، رفض سجود العبادة. لكن إحنا في تقاليد الكنيسة يعني السجود بالنسبة لنا مش في العبادة بس، ولكن هناك سجود آخر للتكريم، مثلا نكرم رفات القديسين ونسجد أمامها، نكرم نحترم ونقدر أبائنا الكبار في الكنيسة، أبونا البطريرك، أبائنا المطرنة والأسقف، ونخضع لهم بالسجود كنوع من الطاعة والخضوع والسجود والإكرام لرجال الله القديسين. وبعدين الملاك استمر في الكلام وقال له إيه؟ لأن شهادة يسوع هي روح النبوة. يقصد إيه بقى الملاك؟ يقصد إن كل شهادات الأنبياء في العهد القديم كان هدفها هو شخص الرب يسوع المسيح. كل الشهادات اللي نطق بها الأنبياء في أفواههم كانت بتتنبأ عن شخص المسيح. هدف العهد القديم كله كان يهدف للشهادة للسيد المسيح، كله كان بيخدم هذا الهدف، يعني الشهادة ليسوع. وهنا الملاك بيقول له ان ده هدفه هو ايضا، ان هو يشهد ليسوع، يعني مجرد هو شاهد ليسوع، وهو ايضا هدف يوحنا وهدف كل انسان. وهذا الملاك كان امينا في محبته لشخص الرب يسوع، فبيقول له يعني ما تسجد ليش، كلنا هدفنا ان احنا نشهد للرب يسوع، انا وانت وكل الانبياء، وهذه هي
الشهادة هي الحق. ونكتفي بهذا القدر من الإصحاح، وإن شاء الله نكمله في المرة المقبلة إن شاء الله. أشكركم كتير على المتابعة، وأتمنى لكم أيام مباركة سعيدة، وكل عام وأنتم طيبين. لإلهنا المجد والكرامة في الكنيسة إلى الأبد. آمين.